بيستحسن ان يصلي الثلث الاخير بينام شويه ويقوم يصلي الصبح. اذا ما دمجك امره انتظر صاحي. يعني اذا كان ينام بينام لغايه ما تطلع الشمس يبدا ينتظر صاحي. لكن الصلاه كويسه جدا هي للصلاه ان يكون الانسان صلى الثلث الاخير وتعب شويه في الصلاه بتاعت الثلث الاخير، رغد شويه ارتاح نام نومه خفيفه قام. وده برضه يتوقف عليه هو اذا كان هو بيملك نفسه قد يكون يقوم يصلي بدون ما يجدد وضوءه، خصوصا اذا كان النوم خفيف. دي حاجه يكون هو فيها الحكم. اذا كان نوم ثقيل او هو بيعرف عن نفسه يقوم يتوضا ويصلي. لكن صلاه الصبح قد تكون مفصوله بينهما بينه وبين الثلث الاخير ده احسن وضع.